أنس الذهبي أستاذة علوم حاسوب ومعلم خبير مجدد خبير لدى مايكروسوفت في سنة 2020-2021، ماستر ترينر لسنة 2021-2022. معكم اليوم توا في الفيديو هذه في مواصلة تفسير طريقة الترشح للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت. شفنا الفيديو السابقة، شفنا فيها الفاز الأولى، توا باش نشوفوا الفاز الثانية. دونك عملنا من الأول عملنا النومينيشن نتاعنا هنا البيرسونال انفورميشن، يعني المعلومات الخاصة بنا، باش نرجع المعلومات الفرنسية. اي بيان سور هنا عندك النومبر نتاعك، الكود هذاك النومبر دو كونت نتاعك نتاع النومينيشن، باش ندخلوا لهنا في الموديفيي لا ميز اون كون كونديداتور. بالنسبه ليا دخلت معاكم توا في الكونت اللي ترشحت به واللي تقبلت فيه في الفاز الاولى والفاز الثانيه. في الفاز الاولى تتقبل اوتوماتيكمون نورمالمون اذا كان المعلومات صحيحه، في الفاز الثانيه تاخذ وقت ويوصل لك ميل اذا كان المعلومات والا المطلوب دونك هنا موفق، والمعلومات اللي مش تحطها في الفاز الثانيه مش تكون معناتها متابعه من مايكروسوفت مباشره. دونك هنا انا بالطبيعة تقبلت في الفاز الثاني، على هكا توا مش نعمل اديت، يعني مش نزيد نبدل في النومينيشن نتاعي. الفاز هذيا كيما تشوفوا، مش نوريكم حد وين توصل الفاز هذيا. الفاز هذيا توصل حد السؤال هذا وحد لهنا. دونك الفاز الثالثة تبدا وير يو اند ام اي اكسبرت ان 2020-2021. دونك بالطبيعة اللي ما كانش اكسبير مش يحط نو لهنا، واللي كان واللي هو اكسبير كيما انا توا حطيت يس. وبالطبيعه كل واحد نوعيه الاسئله اللي مش تجيه من بعد هذيا تنشوفوها في فيديو اخر. نرجع للفاز الثانيه اللي هي فاز مهمه واللي هي محدده نورمالمون بوقت 23 جويليه، دونك 23 جويليه قريب ان شاء الله تخلطوا تعمروها. مش نقسم الفازة دي على دو فيديو على خاطر فيها معلومات مهمة، تبعوني واحدة واحدة. نبدأ معكم الأول. أول حاجة is your school showcase school incubator school or neither. هنا مش حطيت neither خاطر مانيش متقدمة لهنا باسم المدرسة نتاعي، متقدمة بصفتي الشخصية كأستاذة مجددة في المدرسة نتاعي. Le nom de votre école, donc عمر, la tranche d'âge اللي تقري فيها عادي، الماتيير اللي تقري فيها كل شيء، الماتيير انا بالنسبه لي انفورماتيك. عندك اكسي للانترنت في ليكول، اذا الاب نتاعك عندهم اكسي للانترنت في ليكول وي او نو، وديت وي ولا نو على حسب. وانا حطيت وي خاطرني بروف انفورماتيك. بالطبيعه لي زيلاف في الدار عندهم انترنت او نو، دونك انا حطيت وي خاطر اغلبيه التلاميذ عندهم، دونك سيغتان دونتر او لو فون والا توس لو فون. دونك انا حطيت سيغتان دونتر او لو فون خاطر الحقيقه فما اللي حتى عندهم انترنت مي ما عندهمش بدات، خاطر قريب في الكوليج تعرف فما شويه محاذير في الحكايه. باهي، كال تكنولوجي فو زيلاف ابخونون اوتيليز تيل برانسيبالمون بور لابرونتيساج. دونك هنا اون فا كوشي تيليفون موبيل، اورديناتور بورتابل، تابلت. دونك هذوما هما لي زاباري اللي بصفة عامة نستعملو فيهم. بارطاجي لي يو ار ال سور فو هاندل سوسيو، يعني لي ريزو سوسيو نتاعكم لي زادريس نتاعكم. دونك هذيا تويتر، دونك الكونت نتاعك على تويتر تحط اللي نتاعك، الكونت نتاعك على فيسبوك، على انستغرام اذا كان عندك انستغرام، لينكدين اذا كان عندك لينكدين، تيك توك، شين يوتيوب، بلوك اكسيتيرا، او اوتر اذا كان عندك سيت ويب ولا غير. هنا حاجه مهمه نحب نشير لها، مهم ياسر انه يكون عندك كونت تويتر وانه يكون عندك كونت ليكد ان، يعني لهنا هذوما زوز مهمين على الاخر، انه خاطر هما الكوميونيتي بروفيسيونيل وادوكاتيف بصفه عامه يتبعوا ياسر على تويتر وعلى الليكيدين. دونك بصفه عامه الناس كلها عندها فيسبوك، بون انستغرام ماذا بينا، تيك توك اوسي بوكو با. بور لانسون بيرسونيلمون انا مانيش قاعده نخدم عليهم، عندي الانستغرام مي ماهوشي بروفيسيونيل وماهوشي معناتها اكتيفي برشا، دونك هذاك علاش ما حطيتش. اسيون باش نكونوا لي ريبونس نتاعنا كريديب. شين يوتيوب بيان سور اذا كان عندك ان كونت جيميل اوتوماتيكمون يولي عندك شين يوتيوب، اي تسجيلات عندك مع تلامذتك تنجم تحطهم في الشين نتاعك و بروفي بارتاجي بوخر شين، ما فماش حتى مشكله. لهنا بالطبيعة يطلب منك قداش عندهم من أبوني. وقت اللي ترشحت أنا في الفاز الثانية وقتها مازال عندي ما نكذبش عليكم معناها في تويتر ما كنتش مركز عليه برشا جوست لا. دونك في المسابقة هذه أشاروا لنا أن معناها فهمنا أنه هي حاجة مهمة على الآخر،
على هيك دونك زدت خدمت عليها، وتوا هو اللي عندي 50 متابع على تويتر، وان شاء الله من هنا ل 23 ولا حتى ل 1 اوت ينزيدوا لي متابعين. كيل اوتي اباري اتيزيفو ريغوليرمون كوشي توت لي كونديسيون كي سابليك دونك ابليكاسيون جوجل، دونك كنا نستعملوا درايف، نستعملوا معناتها الجيميل اكسيتيرا، اباري ويندوز بصفة عامة، الميكروسوفت 365، ميكروسوفت تيمز، زوم. بون بيرسونيلمون هذوما نستعملهم بطبيعتي ان طونك كونسيور انفورماتيك، زادا ان طونك ترينر في ميكروسوفت بيسكو عملت دي سيسيون دو فورماسيون مي كوليك. دونك نستعمل تيمز، نستعمل زادا زوم، كو سوسوا ان طونك فورماتريس و الا ان طونك اتندي، يعني ان طونك بارتيسيبونت باغفوا في دي سوجي معناتها جدد ونحب نكتشفهم، كو سوسوا مع دي فورماتور اخرين والا مع بلاتفورم ميكروسوفت. وكنا حكينا في بلاتفورم ميكروسوفت ادوكيتور سنتر انه فما دي لايف على ميكروسوفت نجم نتبعوهم على تيمز بالطبيعه. داكوغ، دونك الكل يتحسب انه كنت انت تكون والا تتكون في لي بلاتفورم. داكوغ، كان اوتي او اباري دون فوتر ايكول دونك فوتر ايكول اورغانيزاسيون اتيليستيب كيف كيف، دونك براتيكمون نفس الحاجات. avec quelle autre communauté EdTech êtes-vous connecté? Donc, il y a un peu de temps. Alors, si vous êtes ambassadeur de quelque chose aujourd'hui, dans Google, dans Genially, dans Bouncy, dans Flipgrid, dans Minecraft, dans une plateforme, donc, sinon, vous êtes aucun. Bon, je vais vous dire que le premier titre ambassadeur est dans la plateforme Flipgrid. Inch'Allah, قريبا يكون عندي البانسي والبقية بإذن الله. Avez-vous suivi des cours ou gagné des badges ou des trophées Microsoft Learn؟ هذا الحقيقة مهم على الأخر إنك تعمل كونت في نرفع لي شوية في الميكروسوفت ليرن بوان ميكروسوفت كوم. دونك تدخل على ليرن بوان ميكروسوفت كوم، تدخل بالكونت اللي عامل به النوميناسيون، تعمل ساين إن فيه وتحاول تتبع كلكو كور في السيت هذا. داكوغ، ميكروسوفت ليرن مهم على الأخر. إذا كان أنت مازلت ما عملتش حتى كور وإلا ما خلطتش حط نو. داكوغ، مي الأحسن أنه يكون عندك أن كونت بتبيع. داكوغ، إذا كان حطيت وي تتحلق أوتوماتيكمون الفاز هذيا اللي هي لادغيس تاع البروفيل نتاعك على الميكروسوفت ليرن. داكوغ، بالطبيعة كيفاش ندخل على الميكروسوفت ليرن وكيفاش ناخذ الادريس نتاعي على البروفيل نتاعي اكسيتيرا، وكيفاش نعمل متابعة لغيري ونخلي الناس تتابعني، هذا تنشوفوه ان شاء الله في فيديو قريبا نسجلها لكم ونوريها لكم بالتفصيل خاصة بالميكروسوفت ليرن. زيدو نقدم شوية. كومبيان دو كور دو باركور دابرونتيساج دو فورماسيون سور لو ميكروسوفت ادوكيتور سنتر افيفو سنتر افيفو سويفي؟ دونك هنا بيان سور نورمالمون الأغلبية باش تقرا عن عامين 26 أو بلوس، دونك أفو دو فوا. إذا كانت أول مرة تترشح وعندك أقل حط أقل، دونك حسب أنت اللي خدمته بالحق. باش يجي من بعد السؤال أنه فورنيسي أن ليان فيغ فوتر رولوفي دو نوت أبارتي دو لا كوميونيتي دي إيديوكاتور ميكروسوفت أون بروسيدون كوم سوي. أكسيدي أ فوتر بروفيل دون ميك، دونك ميكروسوفت إيديوكاتور سنتر، إي كليكي سور فوار لي رولوفي دو نوت. دونك هنايا الرولوفي دو نوت هو ترانسكريبت، تسمى زاد كيف كيف هذا مش نعمل لي اون فيديو سبيسيال باش نوريكم لي زيتاب هذوما كيفاش باش يتخدم. داكوغ، بعدها نعمل تيليشارجمون دو لا ترانسكريبسيون، تيليشارجي لو كالكو بار او بوفي لو بارتاجي. دونك هنا مازال عندي معناتها نحط في بلاصه بارتاجاب كيما وان درايف والا جوجل درايف ولا اللي تحبوا نتوما. الاحسن بالطبيعه نركزوا على زوتي ميكروسوفت باش نوريو قداش احنا قاعدين نستعملوا فيهم في العمليه تاع التربويه نتاعنا صفه عامه. كري اون يو ار ال كو بوفي كولي ايسي. دونك اون فوا حطيتو على وان درايف نمشي نحرص اني ناخذ ان ليان دو بارتاج ونجربوا ليان دو بارتاج هذاك ونشوفوا اذا كان يتحل لاي واحد معناها يدخل له باش ما تصيرش مشكل انه ساعات الزملاء يحطوا رابط والرابط هذاك ما يتحلش، اي بالطبيعه مادام ما يتحلش ما يراوش حتى شيء من الخدمه نتاعك وللاسف يترفض الدوسي نتاعك. طب مهمه ياسر المرحله هذه نشوفوها في الفيديو ان شاء الله خاصه بهذا. المراحل المواليه للفاز 2 نشوفوها في الفيديو الموالي. الى اللقاء.